صباح الخير متابعينا في الأردن. نهار اليوم السبت لا تزال الأجواء باردة في عموم مناطق المملكة، وهناك احتمالية أيضا لهطول زخات من الأمطار في عموم المناطق، وطبعا في احتمالية تشكل الضباب في ساعات الفجر والصباح الباكر في مناطق السهول الشرقية والبادية. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله نهارا في العاصمة عمان؟ بتسجل 15 مئوية مع أجواء غالبا غائمة، والملموسة 14 ونسبة الرطوبة عالية 96% وسرعة الرياح 25 كيلومتر في الساعة. نستعرض إياكم درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهارا بتسجل 17 ليلا 7، كل ما المفرق جرى شواع جلون درجات حرارة متقاربة بين 17 نهارا وبتنزل بالليل لست درجات مئوية. ننتقل الآن إلى مناطق الوسطى والعاصمة عمان 15 نهارا 7 ليلا، كل ما السلط الزرقاء مادة بدرجة حرارة متقاربة بين 18 و 17 نهارا، أما ليلا بتنزل لست درجات مئوية. البحر الميت أجواء ألطف بقليل 23 نهارا 13 ليلا مع أجواء بإذن الله غائمة جزئية. أما الآن مع المناطق الجنوبية والكرك 15 نهارا 5 ليلا، الطفيلة أيضا 15 نهارا 8 ليلا مع احتمالية تساقط زخات من الأمطار، الشوبك غيوم متفرقة 12 نهارا 6 ليلا، ومعان 16 نهارا مع أجواء مغبرة بسبب الرياح و15 ليلا، والعقبة أجواء نوعا ما أسفأ بقليل 22 نهارا 13 ليلا مع أجواء غائمة جزئية بإذن الله. أخيرا ننتقل إلى مناطق الشرقية وكل مرويشد الصفاوي والأزرق، درجات حرارة متقاربة جدا بين 21 نهارا و19، أما ليلا بتنزل لست درجات مئوية مع هبوب للرياح النشطة بإذن الله، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا بدي أذكركم ما تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو حديث وجديد من نشراتنا. إلى هنا، إلى اللقاء.